السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت جهازك بتحس اللي هو بطيء جدا ومش عارف تستخدمه كويس وبتحس ببطء جامد في الجهاز بتاعك، فانا عايزك تتابع معايا الفيديو ده، لاني بصراحة خلي الجهاز بتاعك طلقة. فكل اللي عايزك تعمله انك تجرب معايا الخطوات دي وتعملها، والجهاز حرفيا معاك هيبقى صاروخ. بس بعد الفاصل. اول حاجه هنعملها كده هو هنضغط كليك يمين على زيز بي سي، هنضغط على بروبرتيز، هنضغط على ادفانسد، هنضغط على سيتنج. دي عباره عن مؤثرات بتبقى موجوده في الويندوز. المؤثرات دي بتاخد من قوه جهازك وبتحس ببطء في الويندوز بتاعك. طيب تعمل ايه عشان تخلي الجهاز ده سريع ويبقى طلقه معاك؟ كل اللي هنعمله اللي احنا هنلغي بعض المؤثرات دي. بعض المؤثرات دي بعد ما بنلغيها هنخلي الجهاز راح في حته تانية خالص، تغير 180 درجه حرفيا حرفيا. انت لو نفذت الكلام ده هتحس بفرق جامد، وعايزك كده بعد ما تجرب اللي انا اعمله ده تقول لي رايك في التعليقات. التاثيرات اللي احنا هنشيلها هو الانيميت ويندوز، ده اول تاثير هلغي علامه الصح من عليه. تاني حاجة هو الفيد اور سلايد، دي عبارة عن مؤثرات كده في حركة الويندوز بتاعك وشكل الفيو بتاع التنقلات اللي موجودة في الويندوز عندك. طبعا ده مش هيأثر معاك في حاجة غير ان هو بيشيل حمل او بيقلل من الطاقة اللي بيستخدمها الويندوز من امكانيات جهازك، فانت تحس بسرعة وسلاسة كده في استخدام الجهاز. تاني حاجة هنلغي الشو شادوز اللي هو عبارة عن الظل الخفيف اللي موجود في الويندوز. تمام، هنيجي هنا تاني هنلغي سلايد اوبن البوكسس بتاعت الويندوز والسموث سكرول ليست بوكسس. فكل اللي هنعمله احنا خلاص حددنا اللي احنا عايزينه، فهنضغط على ابلاي، هنضغط على اوكي. فانت هتلاحظ ان الايكون شكلها اتغير شوية. وبكده انا عايزك بقى تستخدم الجهاز في التنقلات، تطلع على زد بي سي، تخش وتطلع تشغل اي حاجة. عايزك تشوف الفرق بين جهازك الاول وجهازك بعد ما نفذت الخطوات دي كده وتدايلي. ما تنساش طبعا تقول لي رأيك في التعليقات اسفل الفيديو، وتقول لي هل فعلا ده فرق معاك ولا لا. بس اكيد طبعا ان شاء الله هيفرق معاك جدا وانا واثق من كده. وما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.